سلم القصر الجمهوري بعدن وسقط رمز آخر لشرعية الرئيس هادي وفي عاصمته المؤقتة. وبينما تنزلق البلد نحو الهاوية يقبع هادي والصف الأول من رجاله في الرياض. أهلا بكم. واحد من أيام الانتكاسات الكبرى بتاريخ اليمن، هكذا وصف هذا اليوم. سلمت عدن لميليشيات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، هذه المرة بمباركة وتوافق الرياض وأبوظبي كما يقول كثيرون. وبات من الواضح بالنسبة لهؤلاء أن لا مشكلة للسعودية في أن تنهار البلد وكل الأطراف السياسية، بينما يبقى الرئيس هادي مبررا لكل الأخطاء الفادحة التي يقترفها التحالف بحق بلد وشعب كاليمن. سقطت الشرعية في عدن وسقطت معها كل المبررات التي جلب بها هادي التحالف إلى اليمن، يقول مراقبون. كما يقولون إن اللعب بات في عدن على المكشوف. لكن السؤال هنا، إلى أين يمضي مخطط التحالف وما هي السيناريوهات المستقبلية لليمن يا ترى؟ هذا بيت الميسري وهذا بيت لبيب العبد. لم يبق من الشرعية إلا اسمها، هذا ما تقوله أحداث الساعة. تحولت عدن إلى مسرح لحرب مفتوحة. ثلاثة أيام شهدت أحياء العاصمة المؤقتة عدن اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الجمهوري قبل أن تتسع لتطال المعسكرات والمناطق الحيوية في المدينة. ميليشيا الانتقالي أو ما يعرف بقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات أعلنت الحرب على قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي. علت وتيرة المواجهات. حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد سقوط عدن بيد الإنقلابيين. هذه السيارات الغنائم. تقول المعلومات الواردة إن معظم المعسكرات الموالية للشرعية في عدن سقطت، فيما سلمت بعض المواقع الحيوية إلى قوات سعودية، لكنها هي الأخرى أصبحت بيد ميليشيات المجلس الانتقالي. تطورات الأحداث لا تبتعد كثيراً عما حدث في صنعاء إبان انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014. الله كيف تشوفوا الرجال المصاب رايح المسجد وضربوه بالناصة. وسط تأكيدات أن ما حدث بعدن تم بتنسيق وتواطؤ سعودي واضح، وهناك اتفاق إماراتي سعودي على إسقاط الشرعية بانتظار القادم، والقادم قد يكون اتفاق سلم وشراكة جديد. قبل أيام صرح أحد كبار قادة الجيش أن الجيش اليمني دون تسليح وقدم استقالته احتجاجاً على ذلك، فأصدر هادي أمراً بمحاكمته. التحالف لم يأتمن على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة، وليس لدينا شيء. جنود الجيش الوطني اليمني يقاتلون بالأسلحة الخفيفة والعيارات المتوسطة والخفيفة. في عدن يقف جنود هادي اليوم دون عتاد ولا أسلحة في مواجهة إمكانيات وسلاح حديث لدولة بحجم الإمارات. يبدو الرئيس هادي غائباً أو مغيباً كلياً عن الأحداث، أو هذا ما يقوله واقع الحال. إلا أن سقوط الرئيس هادي والحكومة ووزارة الدفاع والبرلمان والنخب السياسية جميعها في قبضة الرياض لم يعد يخفى على أحد. يقف اليمنيون اليوم دون دولة أو عاصمة، ورئيس يقبع منذ نحو 5 أعوام كالأسير في فنادق الرياض. تبدو الشرعية جسراً لكل المنتفعين والغزاة معاً، ودرباً لسقوط البلد منذ الانكسار الأول في دماج بمحافظة صعدة، مروراً بكسر معسكر اللواء 310 وقتل قائده القشيبي، ثم سقوط عمران، ووصولاً إلى صنعاء التي سقطت بعدها كامل البلاد. وها هي اليوم تسقط عدن، وما بعد سقوطها يحتمل تأويلات كثيرة، من بينها إعلان الانفصال أو الدخول في مرحلة من الفوضى التي يراد لها ألا تنتهي لتمر الهزيمة بكل مدن البلاد. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو الناشط السياسي والحقوقي السيد عادل الحسني. أهلا بك سيد الحسني. حياكم الله. إذن سيد الحسني، كيف تراقب ما يحدث في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما يحدث في عدن هو نتاج طبيعي للمراحل سبقت من تمكين هذه المجموعات المسلحة بالمال والسلاح، وكانت هي فعلا أصلا هي المهيمن المسيطر، هي التي تمتلك السجون،
هي الآمر، هي المانع، هي التي تمتلك منافذ المدينة، مداخلها، مخارجها. كانت هذه الألوية عبارة عن أماكن سيادية فقط للمحافظة على سيادة الدولة وعلى بعض المؤسسات الرسمية التي اليوم ستكون في مهب الريح، والتي سيكون المواطن هو المتضرر الأول في قضية المرتبات، في قضية ترتيب حياة الناس. هؤلاء لا يستطيعوا، ليسوا هؤلاء رجال الدولة ولا عندهم إمكانية الدولة، مجموعة من العصابات المستأجرة. فهذا نتاج طبيعي لفوضى خلاقة مفتعلة افتعلها الأخوة الخليجيون في تقاسم أدوار فاضح واضح. كان الأشقاء في المملكة العربية السعودية الناس نوعا ما تراهن عليهم أنهم سيكون لهم دور، لكن نحن عرفنا هذا مبكرا وتكلمت أنا بهذا مرارا، أن الذي يراهن على الأخوة الخليجيين فهو يراهن على الجواد الخاسر. يعني عبثوا بالبلاد، جعلوا من حقل التجارب لأفكارهم الصبيانية، ومؤخرا افتعلوا هذه الأحداث بحجة أن هذه الألوية الموجودة في عدن هي ألوية الإصلاح. معنا لو فعلنا لمحة سريعة على هذه الألوية سنجد أن كل قادتها ينتمون إلى الحراك الجنوبي وإلى المؤتمر الشعبي العام وإلى السلفيين، وليس فيهم رجل إصلاحي واحد. نعم. طيب في المقابل، يعني هل ترى أن الشرعية، الحكومة الشرعية، الرئيس هادي خذل أم خذل الناس في عدن؟ ما الذي حدث؟ يعني فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة والشرعية عن ما جرى في عدن. الرئيس هادي حينما كان في قصر صنعاء وجاء إليه الكثير من القيادات ونبهوه أن الحوثي أسقط عمران وأنه على مرمى حجر من صنعاء، كان يقول أنا عندي ضمانات دولية معي، السعودية معي، لن يسمحوا بذلك، حتى دخلوا عليه إلى قصره وتكررت المسرحية نفسها في عدن، ووصلوا إلى قصر المعاشيق وهو يعني في قفلة من أمرها. هل هو شريك؟ هل هو متآمر؟ هل هو ضعيف؟ هل هو، نحن صراحة سنجعل هذه الأيام هي التي تثبت ذلك. إنما في الأخير هو كارثة على اليمن، هو كارثة على اليمن. طيب، يعني في سياق الحديث عن أن كان هناك ربما صمود للألوية العسكرية خلال الأيام الماضية، لماذا تم التسليم لنقول، أو لماذا هو الوضع وصل إلى ما هو عليه اليوم؟ الألوية الرئاسية في عدن لم يتم تسليحها منذ أنشئت. الألوية الرئاسية الذي أشرف على تأسيسها هم رجال الدولة الوطنيون على رأسهم الشيخ أحمد صالح العيسي والأخ الوزير أحمد الميسري، وقيادات كانت يعني ترجو أن تبني مؤسسات دولة، أن تبني ألوية، تبني جيش، تبني. فكان المجهود شبه شخصي، المجهود شبه لملمة، منع عنها أي سلاح هذه الألوية. في مطلع العام الماضي جاءت سفينة من الصين، تم شراء كمية كبيرة من السلاح لتسلح هذه الألوية وتكون على جاهزية قوية، فصادروها الضباط الإماراتيين من ميناء عدن وأخذوها جميعا. بينما في المقابل هذه الميليشيات التي شكلتها الإمارات مدعومة بسلاح نوعي، يعني لا يوجد أي مقارنة. الذي حصل هو فقط نوع من المجتمع التفع حول هذه الألوية، هو صمود الأخ أحمد الميسري وقاتل الألوية الموجودين، وإلا ليس هناك أي تكافؤ في القوى على الأرض. وحقيقة نحن شعرنا بهذا مبكرا أننا لا يمكن، لكن بعد خروج أحمد الميسري ودعوته للصمود وثبات على الحفاظ على مؤسسات الدولة، لم يكن بوسعنا إلا أن نكون إلى جانبه. لن نكون إلا في صف الوطن، لن نكون إلا في صف مؤسسات الدولة، لن نكون إلا في صف ما هو شرعي من أراد أن يكون يعني مبنيا حقيقيا على أساس واضح. لكن أن نبني أنفسنا أن نكون رهان للخارج، أن يكون رهان أدوات كما هو الموجود في هذا المجلس الانتقالي المؤسس إماراتيا، أيام سيكتشف الناس جميعا أنهم مجرد أدوات رخيصة ليس في رأسهم دولة، ولن يعطوهم دولة ولا مزيد من الفوضى والدمار ولا حول ولا قوة. طيب، يعني في سياق الحديث عن الصمود وعن الحديث عن أن هناك كان دعم، يعني هناك آمال بأن يكون هناك دعم لهذه القوات، لماذا لم يأتي الدعم؟ حصل على أساس أن الدعم سعودي بيأتي في اللحظات الأخيرة، جاءت يعني سلاح سعودي ولم يسمح لها أن يتسلم الألوية الشرعية وذهب إلى مقر التحالف هناك. ما الذي يحصل في وراء الكواليس بين السعوديين والإماراتيين؟ ما هو الدور المتقاسم بينهم؟ صمدت الناس، ثبتت الناس على الحفاظ على مؤسسات الدولة. إلى أمس يعني بدأت الموازين تتغير، جاء وفد سعودي في الساعة الثانية ليلاً أو الثالثة، المهم ثلاث أو ثلاث وربع هكذا، أخذوا الوزير أحمد الميسري والوزير الجبواني
إلى مقر التحالف، وعلى أساس أنه سيكون هناك تفاوض مثل أحداث يناير على أن يكتفوا بس رمزيين بإسقاط لواء مهران القباطي ويحفظ لهم ماء الوجه وتبدأ الناس فيه. فالناس مرحبة بحاقنة الدم كانت. ثم أخذ الوزير الميسري إلى مقر التحالف، وفجأة سمح لهذه القوات بالمدرعات والمجنزرات أن تقتحم بيت الميسري ونهبت كل ما فيه وقتلت حراسته الشخصية، ومنعت القبائل التي جاءت لمناصرة أخ أحمد الميسري وقصفت بالطيران ومنعت من الدخول إلى عدن، بينما سمح للمناطق الأخرى أن تزحف بجحافلها وبالكتائب التي تدربت في الضاحية الجنوبية في لبنان، وهي معروفة هذه الكتائب عند الناس وهي التي يعني سيطرت عليها. هل يمكن اعتبار يعني أنت هل كيف توصيفك لما حدث الآن في عدن؟ ما حدث كلمتك وأكرر أنه نتاج طبيعي لمسلسل ومسرحية هزلية منذ سنوات أنشأت أشرفت عليها أنشأتها الإمارات، تشكيل هذه الألوية، تشكيل هذه التشكيلات الخارجة عن نطاق الدولة، سلمتها السلاح، سلمتها المال، مكنتها من الأرض، فهو نتاج طبيعي جدا. لكن أقصد هل هو يعني خطوة في مخطط ما؟ هل هو انقلاب؟ لأن يعني إلى الآن الشرعية أتحدث عن الرئيس هادي لم يصدر بيانا، لم يتحدث الرئيس هادي، هناك تصريحات لمسؤولين حكوميين تصف ما حدث بالانقلاب، لكن ليس هناك موقف واضح من رئيس الحكومة معين عبد الملك مثلا أو من رئيس الجمهورية على الأقل. يا رجل طوال الأيام التي مضت أحداث يعني تستهدف رأس الدولة والقصر الجمهوري وإسقاط شرعية الدولة، أنا متواصل مع الجميع، لم يتجرأ أحد أن يتكلم لا في من الإعلاميين لا من الوزراء لا من ثبت أحمد الميسري والجبواني ومجموعة قصيرة صغيرة جدا من الوطنيين، حتى وزير الإعلام أحداث في بمثل هذا المستوى لم يكن له أي دور، أصبح عادل الحسني أو فلان هو المتحدث باسم الشرعية، فعاني لست متحدثا باسم الشرعية ولكن متحدثين باسم الوطن وكرامة الوطن وهوية الوطن، وهم يعني وزراء رسميون في الدولة لم يكن لهم أي موقف رسمي. كلما تواصلت مع وزير أو مع مسؤول في الشرعية يقول لك إحنا لا نعرف ما هو الموقف. وزير الإعلام يتحدث على أن ما حدث انقلاب. متى تحدث؟ بعد ما الآن وهو يعول، لكن يعني هو أيضا تحدث على أنه ما زال يعول على السعودية أو ما زالت الحكومة تعول على السعودية. أقول له يكمل النوم أحسن له، هذا وزير الإعلام. دماء سقطت ومراكز دولة سقطت واحد تلو الآخر ولم يكن له أي موقف، ولم يكن لرئيس الوزراء أي موقف. هؤلاء قلت لك أنا سبقت وتكلمت في هذا الاستديو أن الإماراتيين اخترقوا الشرعية، أن هناك ضابط اسمه أبو خليفة التقى بهم في مصر واخترقهم واحد تلو الآخر، اخترقوا قادة الشرعية، اخترقوا قادة الألوية، لم يبقى إلا عدد الأصابع منهم ثابتون على موقفهم على وطنيتهم. طيب في سياق الحديث عن ما يجري أيضا، المجلس الانتقالي في بياناته في تصريحات قادته يعني كان متجها نحو أن هناك هيمنة من قبل حزب الإصلاح على الشرعية وأيضا على الحكومة، وهو يستهدف هذه الحكومة ويستهدف حزب الإصلاح فقط، لكنه وكثير من تصريحات مؤيديه ومسؤوليه يقول أنه مع شرعية الرئيس هادي. هل يمكن الجمع بين الأمرين؟ من هو رئيس الوزراء؟ معين عبد الملك هل ينتمي لحزب الإصلاح؟ من هم الوزراء الموجودين؟ وزير الداخلية أحمد الميسري ليس عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام؟ يا أخي هذا مسرحية هزلية. اليوم شماعة الإصلاح ستنتهي وسأخبرك ما هي الشماعة الجديدة في الجنوب. الشماعة الجديدة ستكون مكافحة الإرهاب. كل شخص سيكون في وجه الإمارات أو في وجه هذه الهيمنة والاحتلال السافر للجنوب سيسمى إرهابي، وستسمع هذه الألفاظ قريبا جدا، وستكون شماعة جديدة بعد أن يتم الانتهاء من شماعة الإصلاح، وستعلق عليها كل الفشل القادم لأنهم سيفشلون. تفضل بالبقاء معي سيد الحسني وأنت ضيفي هنا في الاستوديو اليوم. أرحب بمن ينضم لي عبر الهاتف، السيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب الذي ينضم لنا عبر الهاتف من إسطنبول. إذن سيد القاضي، كيف توصف ما حدث اليوم في عدن؟ بصراحة يعني لا يستطيع أحد أن يصف ما حدث في عدن في إطار المنطق والمعقول وفي إطار المعطيات، لكن أستطيع أن أقول بأن هناك ترتيب جديد في اليمن كما رتب بالضبط ما قبل دخول الحوثي إلى صنعاء واستيلاء على مؤسسات الدولة. كان هناك مبادرة خليجية
ظهر لنا الإخوة الخليجيون بمبادرتهم فتعشمنا بها كثيرا ووثقنا بهم، وللأسف ثم علمنا بعد ذلك بأننا طعنا بانقلاب ميليشيا الحوثي التي دعمها الخليجيون، وهذا أمر صار يعني مكشوف معروف بأن الحوثيين دخلوا بدعم خليجي تحت مبرراتهم طبعا المعهودة لتأديب القبائل وللقضاء على الإصلاح وعلي محسن وإلى غير ذلك. ثم حصل ما حصل بعد ذلك، ثم جاءت عاصفة الحزم وجاء التحالف العربي بقيادة الإخوة في المملكة العربية السعودية والإمارات، وها هم اليوم يعيدون نفس السيناريو. طبعا كل ما أستطيع أن أقوله بأنه غدر بالشرعية، جزء من الشرعية غدر بالشرعية وغدر بالأبطال الذين وقفوا بمصداقية لحماية الشرعية. يعني كنت أتمنى من الرئيس هادي ومن نائبه ومن هذه الشلة التي تحكم الشرعية والتي للأسف ستوصف بالغدر والخيانة على مدى التاريخ، كنت أتمنى ما دام قد هنا يعني علموا بأن هناك صفقات سواء كانت خليجية أو خليجية دولية أو غير ذلك، كنت أتمنى أقل شيء أن يحافظ على هؤلاء الشباب الذين ضحوا حماية للشرعية. كنت أتمنى أن يقولوا بأن هناك صفقة جديدة وأنه لا داعي لإراقة الدماء، وبالتالي تسليم المحافظات الجنوبية أو عدن لمجلس الانتقالي وما في مشكلة. يعني بالأخير هي دورات زمن، يعني هي دورات كما يقال، يوم لك ويوم عليك ويوم لا لك ولا عليك، يوم لهذا الطرف ويوم لذاك الطرف. لكن لماذا هذه الدماء، لماذا إراقة هذه الدماء ما دام والمتحكم والمخرج أراد ذلك؟ هذا الذي يعني أنا متأسف، أنا يعني والله إني منذ أمس وأنا متعب جدا لهؤلاء الشباب الأبرياء الذين ظنوا بأنهم يدافعوا عن شرعية الرئيس هادي، وبأنهم ظنوا أنهم يدافعوا عن شرعية الشرعية والدولة اليمنية، وما علموا أن دماءهم تباع بصفقات قذرة. يعني كل ما أستطيع أن أقول بأنه هناك صفقات قذرة للأسف، يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله. طيب يعني في هذا السياق، من خلال المعلومات التي لديك وأنت يعني قد تكون لديك معلومات لا نعلمها نحن، هل كانت هناك أوامر لعسكرية بالوقوف بالمواجهة؟ لأنه لم يكن هناك بيانات من قبل الشرعية أو من قبل الرئاسة بالتحديد بشكل واضح تطلب الوقوف مع مؤسسات الدولة أو التمام أو يعني التضامن مع الشرعية أو مواجهة هذه القوات والميليشيات. هل كانت هناك تعليمات بعدم المواجهة أم لم تكن هناك تعليمات؟ كيف كان الوضع في الكواليس؟ لا أعرف بالضبط ما الذي يدور في الكواليس، لأن هناك كواليس وهناك كواليس الكواليس وهناك الطرش بالزفة، وبالتالي لا أعلم يقينا. لكن من خلال التتبع ومن خلال المتابعة نوعا ما يبدو أن الأمر في البداية كان طبيعيا، وكانت هناك نية للمواجهة من قبل القيادات الوسطى وليس القيادات العليا للدولة. القيادات الوسطى مثل وزير الداخلية، مثل بعض الشخصيات التي صفت، مثل القادة العسكريين لبعض الألوية الذين وقفوا موقف رجولي، يعني يحتمه عليهم الواجب بأنهم يدافعون عن في إطار اختصاصاتهم ومسؤولياتهم. فالبداية كانت، ولهذا كان النتيجة كانت نوعا ما واضحة تماما بأن هذه المؤسسات الشرعية وقفت موقفا قويا وصدت بكل جسارة وبكل شجاعة وبكل بطولة. لكن بعد ذلك علمنا، طبعا لا أستطيع أن أقول أنها معلومة مؤكدة أو غير مؤكدة، علمنا بأن هناك أوامر جاءت صارمة بالانسحابات وبالتسليمات كما صرح بذلك كثير بعض القادة. لكن ما مدى هذه المصداقية أو تلك؟ الذي أشك فيه غياب الرئيس هادي. أنا يعني لا أستبعد أن يكون الرئيس قد توفى، يعني معليش، يعني ممكن تدون هذه المعلومة. لا يمكن مطلقا أن يكون الرئيس هادي على قيد الحياة. يعني كل هذا، يعني كل هذه الدماء، كل هذه الأحداث، ولا يظهر القائد العام للقوات المسلحة، ولا يظهر رئيس الدولة،
ولا يظهر رئيس الشرعية الذي يقاتل الناس من أجله إلا أن يكون الرئيس قد توفى وأخفي خبر وفاته. أنا أنتظر الآن تأكيد إما أنه توفى أو أنه يظهر على التلفزيون. يعني ما رأيك سيد الحسن؟ حيا مخزن الآن ولا بشي، ولكنه يعني دمية ضعيفة في يد السعوديين من صنعاء إلى عدن، والبلد ليس بلد عبد الرب منصور هادي ولا بلد أبوه أحد، والناس ما وقفت مع شخص عبد الرب منصور هادي، وقفت معه لأنه يمثل الشرعية فقط. نحن نريد الحفاظ على الدولة، على رمزية الدولة، على شرعية الدولة، على مؤسسات الدولة فقط، ليس هدفنا أشخاص، لسنا مع أشخاص. لكن للأسف هو خذل الناس، خذل الناس في صنعاء وخذلهم اليوم في عدن، والبلاد تسير نحو المجهول. يعني الآن أنت تتحدث على أنه لا ليس الهدف شخصا أو رمزا، لكن كما قلت أنا قبل قليل هناك تأكيدات من قبل المجلس الانتقالي على مسألة الشرعية. إذن كيف يمكن فهم الأمر؟ يعني ما هي الشرعية التي يدافع عنها الجميع وفي نهاية المطاف ليست هناك دولة لليمنيين على الأرض؟ يا أخي هؤلاء مجرد أدوات. في أحداث يناير الماضية فعلوا نفس الأحداث، ووصلوا إلى قصر المعاشيق ثم أخذوهم إلى مقر التحالف، التقوا بالوزير أحمد الميسري في تلك المرحلة، فجاء أحمد الميسري وكان موجود عيد دروس الزبيدي وشلال شايع وأهاني بن بريك وإلى غيرهم، فقال له المندوب السعودي والمندوب الإماراتي تخاطب معهم، فقال له لا داعي أن أتخاطب مع العبيد في وجود سيدهم، دعني أتخاطب معك، إيش الذي في رؤوسكم أنتم السعوديين الإماراتيين؟ دعونا نتفهم بعيدا عن أرقة الدماء والشباب والذي يسقطوا سواء كانوا من هنا أو هناك أولادي في الأخير. هل في رأسكم انفصال تريدوا تفصلوا الجنوب عن الشمال؟ يلا تعال أنت مندوب سعودي على يميني وأنت المندوب الإماراتي على يساري وأنا نائب رئيس الوزراء اليمني، ولعنا نفك الارتباط ونخلي الإخوة الشماليين يتقاتلهم الحوثي ولا يسدوا ونسكها. صح المندوب السعودي قال كيف نحن نقاتل ضمن قرار مجلس الأمن 2216 الحفاظ على وحدة اليمن؟ لا هذا الأمر مش إلا. طيب قال كيف تضحكوا على هؤلاء؟ طيب الدماء التي سالت اليوم والدماء التي سالت امس في عدن، امس سالت اول امس في عدن على اساس انهم محمد دوله وجنوب، اليوم يخرج ناطقهم ويقول ما فيش معنا جنوب ولا دوله احنا نعترف بالدوله. يا اخي احنا امام مهزله ومسرحيه يلعب بنا الخليجيين لعب. هؤلاء فقط مجرد ادوات، رهنوا انفسهم، رهنوا اسرهم في ابو ظبي، رهنوا كرامتهم، رهنوا شرفهم، ليس لهم من الامر شيء، لن يقيموا دوله ولا في راسهم دوله ولن يعطوهم دوله. نحن قادمون على 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 مأساة كبيرة جدا إن لم يتدارك بقية العقلاء في اليمن، بقية الشعب اليمني، بقية الكوادر، بقية الصادقين في اليمن أن يعرفوا أننا أمام مسرحية خليجية هزيلة. سيد القاضي أعود إليك، يعني فيما يتعلق بأن بيانات المجلس الانتقالي عندما حدثت هذه الأحداث كانت تتحدث على حكومة معين عبد الملك كما وصفها بيانهم، وكذا على حزب الإصلاح وأنهم يواجهون هذا الحزب، وكان هناك اعتراف يعني حديث على أنهم يعترفون بشرعية الرئيس هادي وأن ما يجري يتم للدفاع عن هذه الشرعية وأنهم مع التحالف شركاء لا زالوا مع التحالف. كيف تقرأ كل هذه النقاط في سياق ما جرى يعني وسيجري خلال الأيام القادمة؟ يا أخي الكريم أنا بصراحة يعني كنت أتمنى أن لا تسألني هذا السؤال، لأنه لا يصدق هذا السؤال، يعني لا يصدق هذا الكلام، يعني إلا إنسان يعني ربما ما يعني ماذا أقول. واضح تماما أنه هذه الشماعات، شماعة الإصلاح، شماعة الإخوان المسلمين، شماعة هذا يضحك به على بعض المعتوهين الذين لقطوهم من الشوارع لا يفهمون شيء. لكن طيب لنترك هذه الشماعة، أنا أقصد على مسألة أن هناك يعني لا زالوا يعترفون بشرعية الرئيس هادي وأنهم يتعاونون مع التحالف لاستمرار استعادة الشرعية وأهداف التحالف إلى آخره. هذا الكلام أولا ليس صحيح أن يقال هذا الكلام، لسبب هم بالأخير بعد ما أعادوا الآن، بعد ما سيطروا بدأوا يروجوا لمثل هذه النغمة، وإلا في البداية واضح تماما أن المستهدف هي الشرعية الموجودة في القصر المعاشيق. يعني معروف أن الإصلاح ليس مقر قصر المعاشيق ولا في إصلاحيين، معين عبد الملك لم يكن إصلاحيا، الوزراء الموظفين الذين حواليهم موظفين تبعه،
يعني هذا كلام سخيف. كل ما في الأمر أنه بعد أن أعيد الترتيب، بعد أن أقيمت هذه المجزرة للشباب الأبرياء الذين دافعوا عن الشرعية ودافعوا عن الدولة ودافعوا عن الرئيس هادي، الأخ الكريم ضيفك الكريم يقول أنه هؤلاء يدافعون، نعم يا أخي الكريم هم يدافعون على عن شرعية وعن مؤسسات الدولة، لكن بالأخير لها رأس لها رمز، هذا الرمز الميت الآن الذي يعني ربما قد توفى للأسف، يعني خذلهم كما خذل القشيبي كما خذل الآخرين. إذن هم غيروا الموجة الآن، يعني بعد أن كان لهم ما أرادوا، بعد أن اتفقوا يبدو أن تمت الصفقة الآن مع بقية مكونات التحالف واعتمدت هذه الصفقة القذرة، بعد أن تم كل ذلك أرادوا أن يهدئوا اللعبة نوعا ما، ربما لهم خطة باء بعد أن نفذوا الخطة ألف، لهم خطة باء، ربما لهم ترتيب جديد، فعملت هذه الكلمتين من بعض قياداتهم بأنهم يعترفون. إذا كانوا يعترفوا حقيقة، يعني الآن كما يقال المية، كما يقول المصري المية تكذب الغطاس، الآن ممتاز يمنع جميع كوادر الإصلاح من الموظفين الحكوميين من دخول عدن، ويسمح للرئيس هادي يعود إلى معاشيق، ويسمح للدكتور معين يقوم، ويسمح للوزراء غير الإصلاحيين بأن يسيروا سياسة الدولة ووظائف الدولة من العاصمة المؤقتة عدن. إذا كانوا صادقين هم طردوا هادي من أول يوم، متى كان الرئيس هادي إصلاحيا؟ وبالتالي لكن دعني الآن أقول كلمة، أنا أخشى أنك تفاجئني بالوداع. أنا الآن وجه رسالتي وكلمتي للقوى الحية التي لا زالت اليمن مليئة بها، وفي مقدمة ذلك شرفاء المؤتمر وشرفاء الإصلاح وشرفاء الأحزاب الأخرى، لا زال بأيديهم أن يفعلوا شيء، عليهم الآن أن يتجاوزوا صراعاتهم الصغيرة. للأسف والله والله ما ابتلعت هذه المحافظات ولا يعني ابتلعت اليمن ابتداء، يعني بدءا بعمران وصنعاء وإلا عندما نسيت هذه الأحزاب دورها الحقيقي الوطني وانشغلت ببعضها بتفاهات. اليوم هذه الأحزاب لا زالت غارقة بالتفاهات، لا زال شباب هذه الأحزاب غارقين في التفاهات والمكايدات. الأحداث تجري في عدن يعني على صفيح ساخن، وهناك من كوادر الأحزاب الأخرى من هو مشغول بالمكايدات في تعز وفي مأرب وفي مكان آخر. اليوم يجب على شرفاء هذه الأحزاب وفي مقدمتها الإصلاح والمؤتمر والأحزاب له أن يصطفوا الآن، أن يعيدوا ترتيب أنفسهم الآن. لن يحك ظهرهم غير أظفارهم، عليهم أن يعلموا الآن بأنهم أمنوا ركنوا للإخوة في التحالف، لكن غدر بهم التحالف، لا أستثني مكون من مكونات التحالف، التحالف غدر بهم. إذن عليهم الآن أن يلملموا كياناتهم ويفعلوا شيء. لا زالت بأيديهم محافظات، لا زالت بأيديهم تجمعات، لا زال بأيديهم شباب، لا زال بأيديهم رجال. هذه الكلمة التي أتمنى أن تجد صداها لدى هؤلاء. وهناك بطبيعة الحال مسؤولية كبيرة على جميع من له يعني قدرة على الفعل في هذا السياق. شكرا لك سيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا على الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك سيد الحسني، يعني كان هناك كثيرون يعولون على موقف السعودية والرياض، يعني على موقف الرياض مما يعني فيما يتعلق ب مواجهة، فيما يتعلق ببيانات قوية، فيما يتعلق بدعم على الأرض. لماذا غاب هذا الموقف برأيك؟ الأخوة السعوديين منذ وقت مبكر كانوا على علم بالبرنامج الإماراتي في الجنوب، وأنا تكلمت بهذا الكلام في قنوات عدة، أظنك سمعت هذا الكلام، وأخرج لنا ملف، سميت هذا الملف أنا في اللجنة الخاصة ما الذي تريد الإمارات فعله في الجنوب، ونحن نأتي عليه خطوة خطوة، وهم على علم هذا كله. تقاسم أدوار واضح بين السعودية والإمارات. يوم أعلن علي سالم البيض في عيد الأضحى في نفس اليوم، في عشية عيد الأضحى في 94 الانفصال، أول من أيده هم المملكة العربية السعودية. يوم دخل هؤلاء الانفصاليون أمس إلى قصر المعاشيق الضباط السعوديون، لكن ليست المعطيات مختلفة الآن؟ والله أنا قلت لك المخرجات ستكون مختلفة،
المعطيات هي واضحة، لكن المخرجات سيجنون ثمنها علقم الأخوة في المملكة العربية السعودية. يعني في نهاية المطاف هناك الآن تحالف مبرر دخوله هو استعادة الشرعية، ومن طلب بهذا الدخول هو الرئيس عبد الرب منصور هادي. إذا زال سبب هذا الدخول ما كان هناك مجال لهذا التحالف أن يسمح؟ لا، هم سيبقون على هذه اليافطة، سيحافظون على هذه اليافطة موجودة في الرياض الشرعية، لكن ما هو دورها على الأرض؟ ما هي إمكانيتها؟ ما هي قدراتها؟ ولا شيء. هم سيبقون المتحكم الحقيقي في الجنوب بهذه العصابات والميليشيات التي أنشأوها تحت يعني الجزرة التي يضعوها أمامهم، وهي قضية. لكن ألن يعطي هذا مبررا الجنوب؟ وأنا الآن أشاهد أتابع الآن بيان للمشاط الحوثيين يتحدث على أنه من ضمن كلمة له اليوم إنما يحدث اليوم في عدن والمحافظات كما يقول المحتل لا يؤكد أننا من اللحظة الأولى قد اتخذنا الخيار الصحيح بمواجهة الغزاة والمحتلين، وأنه لولا صمود الشعب اليمني العظيم لكان هذا النموذج يراد أن يطبق في صنعاء كما نراه اليوم في عدن، وأن العدو كان وما يزال يسعى إلى تقسيم وتجزئة وتفكيك هذا البلد وإشعال كامل الجغرافيا اليمنية بالفوضى وإثارة النعرات المناطقية بين أبنائه، ويحرص على استغلاله لأي مشكلة لإثارة حالة التفرق والتباغض. يعني كل ما يحدث في المناطق مناطق سيطرة الشرعية من نموذج سلبي أو سيء هو في مصلحة الحوثيين في نهاية المطاف، هذا ليس في مصلحة السعودية، إذن كيف هي ترضى عنه؟ الحوثي وصل إلى تفاهمات مع الإمارات، والحوثي رجل دولة وعندها فكر دولة وراءه دولة، وليس بمنأى ومعزل عن ما حدث في عدن. ما حدث في عدن ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بصاروخ حوثي في معسكر الجلاء باتصال من هاني بن بريك. ألم يعترف هاني بن بريك أنه هو الذي اتصل بمنير اليافعي؟ وما الذي أطلق الصاروخ؟ هم الحوثيون. أين ذهب بالجنازة؟ إلى قصر المعاشيق. كل هذا يا أخي فيلم مخرج مرتب تماما. الحوثيين سيستفيدون من هذا لا شك في هذا، لأنه ضمن تفاهمات قلت لك بينهم وبين الإمارات على أن تكون. لكن هي النقطة، ما هي فائدة المملكة العربية السعودية من ذلك؟ أنت تتحدث على أنه تبادل أدوار، هناك كثيرون يتحدثون على أنه على أن هذه المسألة هي تبادل أدوار. إذا ما يعني إذا ما استفاد الحوثيون من ذلك، وكانت هناك قلائقل في الكثير من المناطق الأخرى تحت سيطرة الشرعية، هذا سيهدد السعودية. نحن لا نريد أن ندخل في كلام كبير في سياسة المملكة. يبدو أن محمد بن زايد يعني أصبح متحكم حتى في سياسة محمد بن سلمان. يعني محمد بن سلمان تصدره لهذا الملك ومروره بالملك يبدو أنه عبر هذا الرجل الذي هو أداة القرب في المنطقة. فنحن لا نريد أن ندخل في كلام، لكن واضح أن السعودية الشريكة في كل ما يجري. لا نستطيع أبدا أن نبرر لها. ما هي النتيجة التي ستجنيها السعودية؟ ستجني العلقم، ستكون ثمارها وخيمة جدا جدا عليها. حتى وإن تساهلت ورأت أن هذا لعب صبيان الذي يدور في اليمن، عندما ستصحو قدا على دولة مواليه لإيران في الشمال، وهؤلاء الذين تدربوا في الضاحية الجنوبية في لبنان، ستعرف غدا ما هي خطورة هذا الفيلم والمهزلة التي فعلتها. طيب، يعني في سياق الحديث عن المجتمع الدولي ودور المجتمع الدولي، كيف ترى المشهد؟ هل المجتمع الدولي راض بما يحدث؟ هل يتواطأ؟ هل هو صامت؟ كيف ترى المجتمع الدولي؟ عودنا على هذا، أنه يتعامل مع الواقع الذي يفرض نفسه على الأرض بعدين هو يعترف. قلت لك سبقت وسبق التقيت يعني شخصية من الأمريكان، فتحدثت أنا وياه، وصلنا على وزير الداخلية، قال لي وزير الداخلية الموجود في الشمال ووزير الداخلية الموجود في فهم يعني يعتبروا هذا احتراب داخلي وصراع نفوذ، ومن سيثبت نفسه على الأرض وسيعترفوا به وسيتعاملوا معه. دعنا نشترك معنا في الحوار سيد الحسن السيد نزار سيرارو الذي ينضم لنا، ناشط الحقوق الذي ينضم لنا على الهاتف من عدن. أرحب بك سيد سيرارو. إذن كيف هو الوضع الآن هناك في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلنا بضيوف الكرام وأهلنا بكم. الوضع في عدن صباح اليوم كان القتال شديد بدر اليوم في معسكر بدر، ومع الظهيرة طبعا حسمت الأمور عند الساعة 12 أو 12 حسمت الأمور بمعسكر بدر، وبالتالي أصبحت قصر مصر كامل بيد المجلس الانتقالي، ولم يتبقى إلا قصر معاشيق. من ظهر اليوم يعني من الساعة 11 ظهرا قمت ب
تفقد صار مصر بسياسة شخصية وكانت الأمور طيبة إلى الحين، وطردنا إلى مناطق أخرى إلى مدينة أخرى والأمور طيبة إلى الحين، لم تحصل أي انتهاكات، لم تحصل أي يعني اشتباكات أخرى ما بين الانتقالي الشرعي إلا في المعاشرة، ولله الحمد تحكم صوت العقل واستسلم أو سلم حراسة الرئاسية معسكر أو قصر معاشيق إلى الملك الانتقالي وانتهت الحكاية إلى هنا. أصبح الملك الانتقالي يسيطر على عدن ويسيطر على الجنوب بشكل تلقائي، مطالب الآن الملك الانتقالي أن يقوم بواجبهم طالما هم على الأرض. يعني ما تم هو استلام وتسليم فقط؟ انا كنت سيكريتر، انا دخلت الاشتباكات انا وعائلتي في الساعه الثانيه والنصف او الثالثه ظهرا عصرا، دخلت انا وعائلتي بسيارتي الشخصيه في الاشتباكات في تقاطع البنوك، وكان لا زال الاشتباك دائر ما بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحركه الارضيه، وكان هناك اشتباك فعلي يعني، ولما استطاع المجلس الانتقالي ان يتقدم الى البوابه الاولى للحركة الرئاسي أو القطر المعاشي، وبعد حوالي ثلاث ساعات من الاشتباكات الانتقالية فجأة همدت الاشتباكات، وهنا تأكدنا في عنصر أمني كان هذا صحيح شخصي مني أن هناك وساطة تقوم بتسليم القطر الرئاسي، ولله الحمد خرج كل من هم داخل القطر الرئاسي، وطمنا على أبناء عدن من كانوا داخل القصر الرئاسي أنهم في بيوتهم مع أسلحتهم الشخصية، واستطاعوا مشاركة في جهاد وهم يخرجون أسلحتهم الشخصية. إلا الحمد لله يتم أي اقتتال في قصر معاشيق، والآن هو بيد الانتقالي، والآن أنا قبل قليل رجعت إلى الساعة العاشرة والربع مساء، وكانت هناك مقابلة من شرق رابطة القصر الرئاسي لأن في فرق قريبا من القصر الرئاسي. والامر طيبه، كان في نقاط اعتياديه روتينيه احتياطا لاي شيء يحدث، الامور طيبه لله الحمد في عدن. طيب فيما يتعلق بمستوى على مستوى الإنساني وعلى المستوى المدني، كان هناك حديث من كثير من المنظمات الدولية حول محاصرة طواقمها، عدم قدرتهم على الحركة، وكذلك على عدم قدرتهم على الوصول ل يعني المستشفيات، عدم قدرة الناس للوصول إلى المراكز الطبية، كيف هو الوضع من هذه الناحية؟ الحقيقة كان الوضع سيء جدا جدا جدا، قد تكون كارثة حدثت في عدن بسبب أن المواصلات تقطعت وأن المرضى والموظفين وطواقم المستشفيات والأماكن اللي تقع في دائرتها الاشتباكات للأسف الشديد يومين أو ثلاثة أيام بلا أكل أو شرب تقريبا، والأمور كانت متعبة جدا جدا بالنسبة لنا، قدمنا مناسبات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم علمنا الحمد لله تم تمويلهم بالأكل. بالنسبة يعني للوضع المدني والإنساني في عدن، طبعا نحن كنا محاصرين والقتال من شارع إلى شارع، والبيتات يعني بعض البيتات مش يعني لم تكن البيتات كثيره، لكن كم من المار او من المقاتلين، لكن هذا وضع طبيعي يحصل في الحرب، ان تقطع السبل، ان يحصل ان تكون الطواقم معرضه للخطر. حقيقه لم نشاهد من الطرفين اي اشياء قد تكون يعني شنيعه او تضر المدنيين. كان الحرس الرئاسي عندما دخل كريتر صباح امس انسحب من هامه العام لحديث معركه داخل كريتر، فطبعا ارواح المدنيين، واليوم المجلس الانتقالي يعني لله الحمد حكم صوت العقل يعني وجنحوا الجميع للسلم وخرج المقاتلين من قصر معاشيق واستلمها المجلس الانتقالي. بالنسبه للمواقع اللي كان فيها القتال طبيعي يعني ان البشر لم يكن لديها اكل او شرب او اي يعني تمويل، انقطعت المياه في هذه الفتره، لكن اليوم الحمد لله يعني بدات الوزاره ضبط المياه الى المديريه اللي كانت عليها الاختيار. لكن بالنسبه للعام الوضع في عدن لله الحمد اصبح يعني نقول 90% طبيعي جدا. الان الوضع الحالي شكرا لك سيد نزار، ان يقوم المجلس الانتقالي بانتجال هذه المدينه طالما هو مستقر ان ينتجل هذه المدينه من ما كانت عليه وان يحسن من هذه المدينه وسكانها.
الناشط الحقوقي سيد نزار سرار، وكنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد الحسني، يعني في حديث عن خيارات المستقبل الآن، ما الذي سنشاهده في الأيام القادمة برأيك؟ سنشاهد ليبيا جديدة، بنغازي في عدن، طرابلس في صنعاء، لم تكن شرعية الحوثي هي الشرعية الحقيقية، لكن سيكون انقسام يعني، ومأرب دولة، وسيتم الترتيب لإسقاط تعز، وعندهم ترتيب الآن لإسقاط تعز عن طريق قوات طارق أحمد عبد الله صالح وكتيبة أبو العباس، مزيدا من الفوضى، مزيدا من الدماء، مزيدا من الصراع، لا توجد بوصلة واضحة للأخوة الخليجيين في اليمن، في إعادة الدولة في اليمن أو ترتيب مؤسسات في اليمن، والذي يعتقد أن الأمور ستمشي على وتيرة طيبة أو هو لم يقرأ السيناريو والمشهد قراءة صحيحة، هناك قوى متباينة متصارعة، إن لم يتدارك اليمنيون أنفسهم بأنفسهم وينأوا بهؤلاء الخليجيين الذين طعنونا في الظهر بعيدا ويلتقوا في منتصف الطريق ويعلموا أنه لا أحد يستطيع أن يفرض نفسه وهيمنته بالقوة. الأخوة الخليجيين أمس شكلوا ميليشيات من مناطق معينة، الذي هجم أمس على عدن هم من مناطق معروفة من مديريتين في الجنوب وأقصوا الجنوب جميعا، وكل من سواهم هو أخوانجي، هو إرهابي، هو مناطقي، هو ليس جنوبي، هو خائن، هو عميل، هو وقد سيتفاجأ الناس بهذه العصابة التي ستتمكن من فاصلهم، وسيفشلون فشلا ذريعا، ستسقط العملة، ستتوقف المرتبات، سيدخل الناس في دوامة خطيرة. كان هناك حديث حول أن هناك مطالبات، نتحدث على المستوى السياسي، هناك مطالبات بوجود أكبر لممثلين المجلس الانتقالي فيما يتعلق بالتفاوض، مسألة التفاوض وكذا، هل تتوقع أن هذه الخطوة ستتيح لهم ذلك؟ ما هي الصفة الرسمية لهم؟ هل الأخوة الخليجيين هذا الذي دعموهم مكنوهم بالسلاح والمال والمعدات والعتاد وحموهم بالطيران وكل شيء، هل استخرجوا منهم اعتراف فقط؟ يا أخي يكونوا شجعان الإماراتيين الخليجيين السعوديين ويعترفوا بهذا المجلس ويبنوا له مؤسسات دولة ويرتبوا معاش الناس ويرتبوا المطارات ويرتبوا الموانئ، ما في مشكلة في هذا، لكن ينشئوا عصابة ليس لها صفة رسمية ويمكنوها من 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 البلاد ثم يكونوا هم المتهمين بالواتساب يتحكموا بهم، هذا عيب والله في 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 فيما يحصل في اليمن، سنجني ثماره جميعا والله. كيف ترى المشهد؟ يعني فيما يتعلق بأن تتحدث عن مواجهات عسكرية، عن ربما اقتسام أكبر، لكن فيما يتعلق بالنسبة لليمنيين كيف يمكن الخروج من هذا؟ يا أخي أنا على تواصل بالشباب في عدن، تصور أنهم اليوم بالهوية والبطاقة، ما هو اسم أبوك واسم جدك وقبيلتك؟ اعتقالات الآن في هذا الساعة الذي أنا أحدثك فيها، والاعتقالات في مدينة البريغة وشباب البريغة، أبناء عدن الذين صمدوا في صف الدولة سيجنون ثمار هذه العصابات المناطقية التي دخلت إلى عدن، سنقدم على 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 مناطقية خطيرة جدا جدا زرعها الخليجيين فيما بيننا، تعالينا على الجراح الذي حصل قديما بين أهالينا في الماضي وأعادوها جذعة قوية بيننا، ومكنوا عصابة من مديريات معينة، أعطوهم مال وسلاح وإمكانيات وأظهروهم أنهم هم الجنوب، وقتلوا الناس وسحلوا الناس ودخلوا إلى بيوت الناس في عيب وعار أسود، دخلوا على بيت الميسري أمس ونهبوا كل ما فيه، دخلوا على مؤسسات الدولة واليوم يدخلون في البريغة، رحلوا أصحاب البسطات، عمل يعني مشين عمل خارج نطاق أعرافنا وقبيلتنا وشرفنا وكرامتنا، وستجني الناس يعني في المستقبل القريب يعني ثمار لا تتوقعها إلا أن تتدارك الناس عقولها وتعي وتفهم ماذا يراد لليمن وقبائل اليمن وأقيار اليمن وتاريخ اليمن. عسى الله أن يكتب الخير للناس هناك في عدن وفي جميع المحافظات اليمنية. شكرا لك سيد عادل الحسني، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا في الاستوديو اليوم في حلقة اليوم من المساء اليمني. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.